على التراث الماضي الذي خلفه لنا الجدود، لذا فلا بد من اللحاق برب التقدم، لذا فلا بد لنا من اللحاق برب التقدم للأمم التي علمها أسلافنا. وتلك مهمة تعلو على كل شيء وتحقيق غاية من خلال الشباب، فهو خاطرة كل تقدم، كل تقدم وأمل الحاضر والمستقبل. وها نحن وضع أقدامنا على عتبات ذلك المستقبل بتحقيق إنجاز تاريخي شهد له العالم، وهو حفر قناة السويس الجديدة. فقد تم بسواعد شباب مصر وشباب هذا الوطن من خلال فكرة ورؤية قائد ذو بصيرة، هو فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وها هو يقود العالم، وفقكم الله وسجل على طريق التقدم والرقي خطاكم، وتحيا مصر زينا بشبابها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عايزين نقول تكريما او تقديرا، لكن اعترافا مننا وتقديرا بجهود معالي المحافظ المستشار وائل المكرم. فاحنا بنستاذنه ان احنا نتشرف بتسليمه.